السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مستر ابراهيم السيد. ان شاء الله هنكمل مع بعض سلسلة المراجعات اللي بدأناها لسنة تانية اعدادي الترم الاول، وهي سلسلة حل المحافظات. كنا وقفنا عند محافظة المنيا، يلا نبدأ بيها. رقم واحد، اختر الاجابة الصح ما بين القوسين عند اتحاد عنصر اكس مع من المجموعة 1A مع عنصر واي من المجموعة 7A. ينتج اكسيد فلز ولا ملح ولا هيدروكسيد فلز ولا حمض؟ لا طبعا ملح، لان اللافلزات اللي هي الهالوجينات لما بتتحد مع الفلزات بتكون لي املاح. عندي بعد كده رقم اتنين، تمثل كتلة الهواء الموجود في طبقات الغلاف الجوي الثلاثة العليا حوالي نقط من كتلة الغلاف الجوي 99% ولا 75% ولا 50% ولا 25%؟ الطبقة الأولى بس اللي هي طبقة التروبوسفير موجود فيها بس 75% من كتلة الغلاف الجوي، يبقى يتفضل كم بقى متوزع على بقية الطبقات؟ قال لك هيتفضل 25%. يبقى إذا هيبقى يتفضل لي بقى الثلاث طبقات العليا، هنقول له 25%، يبقى دي الإجابة. عندك كمان رقم ثلاثة، تخزين ماء الصنبور بالزجاجات البلاستيكية يؤدي إلى زيادة معدلات الإصابة بنقط. لما خزن المياه بتاعت الحنفية في إزازة بلاستيك تسبب إيه؟ هنقول له السرطان ولا التيفويد ولا التهاب الكبد الوبائي ولا فقدان البصر؟ هنقول له السرطان، لأن الكلور بيتفاعل مع البلاستيك. رقم أربعة، وجود حفريات نقط في أحد الصخور يدل على أن البيئة المعاصرة لتكونها كانت بيئة استوائية حارة ممطرة. استوائية حارة ممطرة يبقى على طول نبات السرخسيات. خلاص كده نكمل مع بعض. طيب عندي بعد كده يجي يقول لي وضح بالمعادلات، وضح بالمعادلات الرمزية الموزونة كل مما يأتي كيفية الحصول على الهيدروجين من الماء بطريقتين مختلفتين. طيب سهلة، هنكتب له المعادلات. أول معادلة عندي اللي هي تفاعل الصوديوم مع الماء اللي هي 2Na زائد 2H2O، دي مية اهي. قال لك هنحصل من على الهيدروجين دلوقتي، هيديني 2NaOH اللي هو هيدروكسيد الصوديوم زائد H2 تصاعد، تصاعد غاز الهيدروجين. دي كده رقم واحد. طب الطريقة التانية، المعادلة التانية اللي هو الطريقة التانية اللي هو عايزها بطريقتين، فيبقى الطريقة التانية البوتاسيوم بقى 2K زائد بوتاسيوم اللي هو K زائد 2H2O هيدينا 2KOH اللي هو هيدروكسيد بوتاسيوم زيها بالظبط اهي، زائد H2 تصاعد غاز الهيدروجين اهو، تصاعد في الحالتين. طيب نكمل مع بعض. يقول لك تفاعل الكلور مع بروميد البوتاسيوم، المعادلة التانية بيقول لك وضح بالمعادلات تفاعل الكلور مع بروميد البوتاسيوم. المعادلة دي من المعادلات المهمة جدا اللي جت كتير. الكلور عندك اللي هو رمزه Cl2 زائد بروميد البوتاسيوم اللي هو 2KBr. ايه اللي هيحصل؟ هنثبت البوتاسيوم زي ما هو 2K، هتخرج زي ما هي 2K، يبقى 2K ده خرجناه، ال Cl ده هو هيدخل مكان ال Br، هيحل محل ال Br، يبقى هنحط Cl زائد البي ار ده هيخرج بره، انطرد على بره، يبقى بي ار 2 بس، يبقى هيدينا سي ال 2 زائد 2 كي بي ار هيدينا 2 كي سي ال زائد بي ار 2. طيب بس كده. طيب يجي يقول لي بعد كده رقم جيم، الشكل المقابل يمثل جزء من احدى مجموعات الجدول الدوري الحديث. يديك كده مقطع زي ده يقول لك حدد رقم الدوره ورقم المجموعه للعنصر اكس. انا عشان اجيبها قال لك المفتاح عندي هو العدد الذري اللي مدولي ده بتاع واي 12. قال لك اول حاجه هعملها اوزع ال 12، انت عندك واي مدولك ب 12، هنوزعها. المستوى كي هياخد 2، المستوى ال هياخد 8، المستوى ام هياخد 2. دي كام؟ قال لك دي دوره 3. ده كام؟ المستوى الاخير في قلبه مجموعه 2A والفئه اس. طب جميل، يبقى انا جبت دوره ومجموعه، الدوره الثالثه المجموعه الثانيه. هو عايز ايه بقى؟ عايز رقم الدورة بتاعت ورقم المجموعة بتاعت العنصر اكس اللي فوق ده. لما واي اللي تحته في المجموعة ب 12، يبقى انا عايز اطلع للدورة، يبقى هنا واي ده بيسبقه، اكس ده بيسبقه في المجموعة، بيسبقه في المجموعة، يبقى هنقول له اكس ناقص العدد الذري بتاع واي، واي ده هنشيل منه، يعني ال 12 ال 12 هنشيل منها، احنا كنا بنطرح 8 في المجموعة، بنشيل 8 لان هو اكس بيسبق واي، يعني جاي قبله في المجموعة، يبقى هنشيل 8 من ال 12، يتفضل كام؟ يتفضل 4. ال 4 دي بقى هناخدها نوزعها، يبقى كده اكس عدد الذري عامل 4، اكس عدد الذري عامل كام؟ 4. هنوزع ال 4 دي، يبقى المستوى كي هياخد 2، المستوى ال هياخد 2، يبقى هنا واقع في الدورة التانية، يبقى اكس ده واقع في الدورة التانية، المجموعة برضو التانية 2A، يبقى هنا بيقول لك واقع في الدورة، رقم الدورة رقم المجموعة، نقول له الدورة التانية المجموعة 2A. ومع ذكر الفئة طالما لقيت 2 يبقى الفئة S، الفئة A S. خلاص كده. طيب
طيب هو عايزين بيقول لي اوجد العدد الذري للعنصر الذي يسبق العنصر زد في نفس الدوره. زد اهو، هو الاول لازم اجيب العدد الذري بتاع زد الاول. زد اهو لازم اجيب العدد الذري بتاع زد الاول، فهو زد ده بيلي واي في نفس المجموعه. طالما بيلي في نفس المجموعه يبقى هنزود على ال 12 دي 8. يبقى عشان اجيب العدد الذري بتاع زد يبقى زد هنقول له 12 زائد 8 هيديني كام؟ 20. يبقى العدد الذري بتاع زد عامل كام؟ 20. طيب زد دي ب 20، انا عايز بقى العدد اللي بيسبقها في الدوره. اعتبر كده دي دوره، زد عندك اهي اللي هي ب 20، دي زد اللي بيسبقها يعني اللي جاي قبلها في الدوره. يبقى اللي جاي قبلها في الدوره بنقص واحد، يبقى هنقول له 20 ناقص واحد هيساوي 19. يبقى العدد الذري اللي جاي قبلها 19، يبقى اللي جاي قبلها بيساوي كام؟ 19. يبقى اعتبر معايا ان زد عددها الذري 20، دي دوره اللي جاي قبلها يعني اللي هنا كده، اما ده كده يلي، اما كده ده يسبق. يبقى هنقص واحد، يبقى 20 ناقص واحد هيساوي 19. 20 ناقص واحد بيساوي ايه؟ 19. خلاص. طيب بعد كده رقم 2 يجي يقول لي ما النتائج المترتبة على رقم 1 انخفاض درجة حرارة الماء عن 4 درجة مئوية. هنقول له تجمع جزيئات الماء بواسطة الروابط الهيدروجينية مكونة بلورات ثلج سداسية الشكل كبيرة الحجم بينها الكثير من الفراغات فيزداد حجمه وتقل كثافته. رقم 2 غياب أحد الأنواع من نظام بيئي مركب. اللي يحصل هنقول لا يتأثر كثيرا لوجود البديل الذي يعوض غيابه ويقوم بدوره. رقم 3 عدم نفاذ الأشعة تحت الحمراء من التروبوسفير إلى الفضاء الخارجي، يسبب ذلك احتباس الحرارة فيها مسببا لاحتباس الحراري ويؤدي ذلك إلى ظاهرة الاحترار العالمي. عندك بعد كده يقول لي أذكر أهمية كل من 1 زيت البرافين. زيت البرافين ده بيتم وضع فيه الليثيوم، عنصر الليثيوم، وهو من عناصر فلزات الأقلاء لمنع تفاعله مع الهواء الرطب. رقم 2 الهالونات أهميتها، هنقول له إطفاء الحراك التي لا تطفأ بالماء زي حراك البترول. رقم 3 الصوديوم السائل، يستخدم في نقل الحرارة من قلب المفاعل النووي إلى خارجه للحصول على الطاقة البخارية اللازمة لتوليد الكهرباء. رقم 4 الأيونوسفير، هنقول له تنعكس عليها موجات الراديو التي تبثها مراكز الاتصالات ومحطات الإذاعة. رقم جيم طائرة تحلق على ارتفاع 10 كيلو فوق مستوى سطح البحر ودرجة الحرارة داخلها 20 ودرجة الحرارة عند مستوى سطح البحر 35، احسب الفرق في درجة الحرارة داخل وخارج الطائرة. يبقى هنا تعالوا كده نحل مع بعض المسألة دي. بيقول لك طائرة تحلق على ارتفاع 10 كيلومتر. هنلخص المسألة دي واحدة واحدة. قال لك ارتفاع، يبقى أول حاجة الارتفاع مدولي بكام؟ ب10 كيلومتر، وأتأكد إن الارتفاع بالكيلومتر. فوق مستوى سطح البحر ودرجة الحرارة داخلها، الطيارة دي درجة الحرارة جواها كام؟ 20. مش الطيارة دي طايرة فوق؟ يبقى هنا أكنها القمة بالنسبة لي. يبقى درجة الحرارة داخل الطائرة اللي هي بالنسبة لي هتبقى ايه؟ القمة يعني، هنقول له بتساوي 20 درجة مئوية. ودرجة الحرارة عند مستوى سطح البحر، بالنسبة لسطح البحر ده هو القاع أو هو السفح، يبقى 35. يبقى نقول له درجة الحرارة، كل ده أنا بلخص المسألة، عند سطح البحر بتساوي 35، وبالنسبة لي هو ده السفح. بقى كده عارف كده عشان ايه يعني، وانا بحل ابقى فاهم اللي انا بعمل ايه. طيب اول حاجة هنكتبها ايه؟ اول حاجة هنكتب القانون اللي هو اسمه مقدار التغير. هو بيقول لي ايه؟ احسب الفرق في درجة الحرارة داخل وخارج الطيارة. هو عايز درجة الحرارة اللي فوق في الطيارة، الطيارة دي مش هي فوق؟ يعني طايرة، يعني ارتفاع. طالما ارتفاع يبقى درجة الحرارة وانا طالع بتنخفض. يبقى هنقول له مقدار الانخفاض في درجة الحرارة بيساوي الارتفاع بالكيلومتر في 6.5. ده قانون، انا ما جبتش حاجة من عندي. بيساوي تاني الارتفاع بكام؟ اهو في المسألة ب10، في قابلتني بحطها زي ما هي 6.5، قابلتني بكتبها زي ما هي، بيساوي 10 في 6.5 اللي هو هيديك 65 درجة مئوية. طيب عندي القانون رقم 2، هو عايز درجة الحرارة فين؟ قال لك هو عايز درجة الحرارة في الطيارة، الفرق بين درجة الحرارة بره وجوه الطيارة. طيب انا هجيب له درجة الحرارة عند القمة، هكتب قانون القمة، بقول له درجة الحرارة عند الطائرة اللي هي القمة بقى بتساوي درجة الحرارة عند سطح البحر اللي هو السفح
ناقص، وانقل الجملة اللي فوق دي، مقدار الانخفاض في درجة الحرارة بيساوي درجة الحرارة عند سطح البحر بكام؟ اهي 35، يبقى نقول له 35 ناقص قابلتني بحطها زي ما هي. مقدار الانخفاض بكام لسه مطلعه؟ ب65. 65 بيساوي، هيساوي سالب 30. سالب ايه؟ سالب 30 درجة. سالب 30 درجة. بعد كده هو عايز الفرق بقى في درجة الحرارة داخل وخارج التيار، يبقى هنقول له الفرق في درجة الحرارة داخل وخارج الطائرة بيساوي، هو مدينا درجة الحرارة داخل الطيارة، هي أنا ملخصها، يبقى نقول له داخل الطائرة، داخل الطائرة ناقص خارج الطائرة. يبقى هنا داخل الطائرة مديهالي بكام؟ ب20، هنقول له بيساوي، نقول له 20 داخل الطائرة ناقص قبلتنا حطها، خارج الطائرة أنا لسه جايبها أهي، درجة الحرارة عند الطائرة سالب 30، يبقى نقول له سالب، نحطها بقى في قوس كده عشان ما تتلخبطش مع السالب الناقص اللي بره، بيساوي بتساوي 50 درجة مئوية. يبقى الفرق في درجة الحرارة يطلع 50 درجة مئوية. يبقى هي مسألة سهلة بس عايزة تاخد بالك شوية من حلها، هثبت لك الحل شوية اهو عشان تنقله، الناس اللي عايزة تنقل الحل هو ده حل المسألة. خلاص، هي نفس فكرة الحل العادية بس هو ايه، بتختلف من داخل وخارج الطائرة بدل السفح والقمة، بس تبقى تميزهم انت بنفسك، انت سفح وقمة، الطائرة فوق يعني قمة وسطح البحر يعني سفح، وهتمشي القوانين هي هي. طيب نكمل مع بعض، يلا كده بيقول لك ايه رقم 3، اكتب المصطلح العلمي. واحد، التلوث الناشئ عن تصريف مخلفات المصانع ومياه الصرف الصحي في الانهار، ده كده تلوث كيميائي. رقم 2، خطوط منحنية تصل بين نقاط الضغط المتساوي في خرائط الضغط الجوي، خطوط منحنية هنقوله الايزوبار او الايزوبار، نطقين صح. رقم 3، ترتيب العناصر الفلزية تنازليا حسب درجة نشاطها الكيميائي، دي اسمها متسلسلة النشاط الكيميائي. رقم 4، احلال مادة السيليكا محل مادة الخشب، الاشجار جزء بجزء مكونة اخشاب متحجرة، يبقى دي عملية التحجر. عندك رقم ب، قارن بين كل من 1، الجدول الدوري لمندليف، والجدول الدوري لموزلي، والجدول الدوري الحديث من حيث الاساس العلمي. رقم 1، الجدول الدوري لمندليف رتبت فيه العناصر حسب اوزانها الذرية. الجدول الدوري لموزلي رتبت فيه العناصر حسب اعدادها الذرية. الجدول الدوري الحديث رتبت فيه العناصر حسب اعدادها الذرية. رقم 2، طريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية بالالكترونات. رقم 2، الروابط بين ذرات جزيئ الماء والروابط بين جزيئات الماء من حيث النوع والقوة. بين الذرات روابط تساهمية احادية، روابطتين تساهميتين احاديتين الزاوية بينهم 104.5 درجة، ودي بتبقى روابط قوية. اما الروابط بين الجزيئات دي بتبقى روابط هيدروجينية، ودي بتبقى من حيث القوة هتبقى ضعيفة مش قوية. طيب عندك بعد كده رقم 3، الانقراض في العصر القديم والانقراض في العصر الحديث من حيث الاسباب. العصر القديم، اسباب الانقراض في العصر القديم، قال لك اول حاجة حلول عصر جليدي طويل، اصطدام النيازك بالارض، الغازات السامة المنبعثة من البراكين. اما الانقراض في العصر الحديث اربع اسباب برضو، عندك الصيد الجائر، تدمير الموطن، التلوث البيئي، التغيرات المناخية الناتجة عن انشطة الانسان المختلفة والكوارث الطبيعية، ده كلها انشطة الانسان الصناعية والكوارث الطبيعية دي كلها من اسباب الانقراض في العصر الحديث. رقم جيم، استخرج العبارة غير المناسبة ثم اذكر ما يربط بين باقي العبارات. بروميد الميثيل، ثاني اكسيد الكربون، بخار الماء، غاز الميثان، هيبقى الكلمة الغريبة بروميد الميثيل، والباقي دي اسمها غازات دفيئة. رقم 2، حفرية الامونيت، الصرخسيات، النيمولات، الترايلوبات، هيبقى الكلمة الغريبة عندي هتبقى الصرخسيات، والباقي دي امثلة حفريات قالب مصمت. عندك رقم 3، الزرنيخ، السيليكون، البورون، الارجون، هيبقى عندك الارجون، والباقي ديت عناصر اشباه الفلزات. ماشي، نكمل مع بعض. طيب عندي السؤال الرابع، ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ مع التصويب. رقم 1، يحتوي كل مستوى طاقة ثانوي، مستوى طاقة ثانوي دي اللي هو مستوى طاقة فرعي يعني، على عدد محدد مستويات الطاقة الفرعية، تبقى غلط، كل مستوى طاقة رئيسي مش ثانوي. رقم 2، 5 من 10 بار يعادل 500 ملي بار، البار في قلبه 1000 ملي بار، الواحد بار في قلبه 1000 ملي بار، يبقى النص بار، 5 من 10 بار دي نص بار، يبقى تعادل 500 ملي بار، هتبقى صح. رقم 3، يتضح من دراسة السجل الحفري ان الطيور والثدييات ظهرت معا،
تبدأ كل مجموعة في الجدول الدوري الحديث بملء مستوى طاقة جديد بالإلكترونات. غلط، هي تبدأ كل دور، كل دورة مش كل مجموعة، يبقى الغلطة هنا كل مجموعة تبقى كل دورة. رقم ب، تزداد الخاصية الفلزية لعناصر المجموعة 1A بزيادة العدد الذري. الخاصية الفلزية بتزيد في المجموعة 1A، وأنا نازل من فوق لتحت كده هنقول بسبب زيادة الحجم الذري وبالتالي سهولة فقد إلكترون غلاف التكافؤ الخارجي. رقم 2، هبوب الرياح من منطقة لأخرى على سطح الأرض لاختلاف الضغط الجوي من منطقة لأخرى على سطح الأرض، حيث تهب الرياح من مناطق الضغط الجوي المرتفع إلى مناطق الضغط الجوي المنخفض. رقم 3، تستطيع الكائنات المائية أن تعيش في المنطقة القطبية الباردة. هنقول له لأن لتكون طبقة من الجليد على سطح المياه تحمي المياه العميقة من التجمد. رقم 4، لا تعتبر كل الحفريات المعروفة حفريات مرشدة. هنقول لأن الحفرية المرشدة تكون لكائنات عاشت لمدى زمني قصير ومدى جغرافي واسع ثم انقرضت ولم تتواجد في أي حقب تلية، وهذا ما لا يتوفر في جميع الحفريات. رقم جيم، أذكر الأشكال، ادرس الأشكال المقابلة ثم أجب. مديني كده 3 أشكال هما، بيقول لي ما اسم الكائن الذي يمثله كل شكل. رقم 1، ده طائر الدودو. رقم 2، ده طائر أبو منجل. رقم 3، ده النسر الأصلع. رقم 2، أذكر أهم ما يميز كل من الكائنين 1 و 3. الأولاني ده يتميز بقصر أرجله وصغر أجنحته ولذلك هو لا يستطيع الطيران ويسمى بالغبي. رقم 3، يتميز بأن رأسه مغطى بريش أبيض يجعله يبدو من بعيد وكأنه أصلع ولذلك يلقب بالنسر الأصلع. رقم 3، أي منها منقرض وأيهما مهدد بالانقراض. رقم 1، ده منقرض حديثا. رقم 2، ده مهدد بالانقراض، ده طائر أبو منجل. رقم 3، النسر الأصلع، ده برضو مهدد بالانقراض. طيب كده بتكون محافظة المنيا بنكون خلصنا حل المحافظة. أرجو إن أنتوا تكونوا استفدتوا. من فضلك اضغط سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معكم مستر إبراهيم السيد، واستنونا في حل باقي المحافظات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.